ولا كيفاش الصنوره دي سنت؟ ما يمكنش. اوكي صافي. اه وي وي انا جينا. تصدقي نتلاقاو تلو يا شوخي عندك على المحل هو عافاك ما تنسيش. الى ربي بك والمهم ما تنساش الرونديفو ديالنا مع الوحده وعندك نسي ما تقوليهاش البنات. يلا باي باي. سالي صافي عولي عليا راني غادي نجي حتى تكلمتي. داكور ان شاء الله. ايه ايه واخا صافي معلوم غادي نجي بسلامه. وي وي طبيعه الحال غادي نكون معاكم. سالي عليا راني غادي نجي ما تنساش الرونديفو ديالنا مع الوحده غادي نجي. النهايه منين كنوصلوا لها ما كيبرد علينا غير الذكريات الزوينه. شحال ضحكنا شحال تعاودنا وشحال تغاوتنا وشحال خدمنا وشحال سعفنا بعضياتنا ومع الناس علا وعسى يخرجوا فرحانين وبخير. حتى حنا اليوم خارجين ولكن قلبنا مجروح جرحة كبيرة. ما لقاو فين يجمعوا هاد السيشوارات غير في هاد الكراطن؟ فين هما لي فوطخ؟ أمال بركة من البكرة راكي صدعتيني. ما كنتش كنتخيل راسي غادي نتأثر حتى لهاد الدرجة هادي. راه حنا هنا جينا باش نجمعوا هاد الروينة اللي عندنا في هاد الصالون ماشي باش نجلسوا نبكيو. حرام عليك انا صافي بعدي مني. وطوي هذوك الفوطات وانت جالسه كتبكي راكي سكنتي عام. صافي زعما شنو خصك دابا عطيني ابتساع. راه العواطف والبكاء مزيانين كيفوجوا على القلب ولكن راك انت من الصباح انت تبكي وتمسحي لي دوك الدميعات بهذوك المشاور وتلوحيهم ليا في الارض. وزيدون شي مزيان ملي سدوا هاد الصالون راه غير الفم والدرع والو. امال لا دميعه ما حتى حاجه ما كدوم لا فلوس كدوم ولا خدمه كدوم. انت كاع مشيتي من هنا تلقي خدمه واحده اخرى. راه بنادم ما كيدومش واش شي زيدون حنا كاملين غنمشيو من هاد الصالون. كديري دروسك في الفيستير راه ماشي البلاصه اللي خصك. راه اليوم غادي يجريو علينا من الصالون حتى يقدروا يخرجوني بعدا من هنا. مالي فيك سخانه واقيلا العون البوليس غادي يجريو علينا من هذه الساعتين وانت كديري فيها البطاله. راه ما بقيتيش خدامه هنا من بعد نعاود لك شتي انا كون قدرت نبقى خدامه في هاد الصالون حياتي كلها كون بقيت. راه ما تصوريش شحال انا مرتاحه هنا. هاد الصالون راه بحال دارنا وانتوما بحال عائلتي. عارفه ماريا كنت باغا غير نشد فيك شويه. اش كديري؟ شي هجوم لورديناتور بحال اللي علمك الله. حليت واحد الجروب في انترنت ديال الصالون ودخلوا ليه 200 منخرطة وعقلتي على هذيك جميله اللي كانت تهلات في اسانا. هذيك لالا حلت واحد البلوغ وكتكتب علينا كل نهار. هي باغا ديري شي انتفاضه. تبارك الله عليك البطاله ديالنا. ولكن غير هذا الشيء ممنوع والو ياك هذا هو رايك ماريا؟ راه خصك تفيقي شويه هادوك الناس كيعرفوا كيفاش يدخلوا ويخرجوا بالقانون. شتي ماذا من زاكور ما خلت ما دارت. احنا كنجمعوا في حوايجنا ماشي سوقي ما باغي نعرف والو. انا شتي ما حد مازال ما نزلناش يدينا وسلمنا راه كلشي ممكن ضروري راه غادي يكون شي حل. المهم انا بعدا ما مزعزعاش من هنا واللي ممكن يدار غنديرو. لا ممكن يدار. المهم إلا احتاجيتيني في شي حاجة أنا موجودة. شكرا غيتا ولكن متخافيش عليا.
الحاج اسيدي امولك ضربه بالعصا وحنا خصنا نخرجوا دابا غادي يمشي الحال على الصالون واخا انا العزيزه هذه واجدين حوايجك وشديك اسيدي داك الكوستيم الكري وقوي ميجا بيضاء دارت لك واحد مولاي يشيلي في الزرق صافي صافي اللي خطيك عليا كتوليني نجديك شي حاجه تاكلها قبل ما نخرجوا لا لا شنو هذا هذا واحد ساندويتش غادي ندي معايا الغيطة خرجت بلا فطور واكيد غتبقى تما تنسى راسها بلا ماكله ونهار طويل سمحني راسك بزاف مع الغيطة وراه في داري هاد الدبيله بزاف بلا قياس الحاج انا غيطة راه كنحسبها غيرها بحال بنتك انا عارف هادشي كله ولكن غيطة ما كانتش كتعاملك مزيان هادشي اللي بقى فيك حاج وليتي تريسي انا كتلاقي سلوكة بيني وبين غيطة ما عرفش كيفاش نشكرك على هادشي اللي كديري معايا وليداتي اللهم تعالى قدرني باش نقدر نكافي لك حاج كتهضر معايا بحال انا باقي براني عليك انا كنعتبركم عائلتي فهمتي ما عنديش شي حد من غيركم انتوما الحاج بارك علي من هاد الهضره الخاويه ونمشي نوجد ديك الحويجات ونخرج الله يحفظك ليا وعيطي معاك على عالي غير نوجد لك حويجاتك تلبسهم ها وغادي نعيطوا على عالي حيت يلعب مع ولاد الجيران الله يحفظك ليا اسمحي لي ولكن بغيتي نشوف واش ما خاصك شي حاجه هي ما خاصني من مريم بارك الله فيك انا عارفه ماشي وقت هادشي ولكن انا بغيت نقول لك بالله راه قلبت ولقيت واحد المحل غير قريب هنا حدا الصالون غنبقاو قريبين للكليان ديالنا ولقيت حتى واحد لونغا حتى هو رخيص يمكن انا نردوه لوفت ماشي وقت والله العظيم غير فوت هادشي ونشوف واش غادي ندير هادي شحال عندهم لي خياط عليهم جابهم لي السيمانة اللي فاتت هادي راه ديالك هاكا خديها تبقى لك سونيا شكرا بزاف معرفتش شنو نقول لك هاد الفوطات كيفكروني غير بالصبايغ ولي بروشينغ اللي كنا كنديرو للكليانات والله الا تفكرت عقلتو البنات عقلتو على ديك مرات الكوميسار اللي كنصبغ لها انا شعرها مسكين كان هادي موت بالخلع يسحب له رخصت لها شعرها هذاك اللي مشى وخلاني قالت لك مسكين واش انت هو انت هو اناس هو واش انت اللي صبغتي الشعر لمرتي هو هو والله العظيم قسما بالله لك صبغها والله ما درتها بالعالي راني كنهضر معاك واش انت اللي صبغتي الشعر ديال مراتي ها واش انت اللي صبغتي الشعر ديال مراتي انا اللي صبغت الشعر ديال مرتك انا ها العار ها العار الدريات انا الزاوق ها المخزن ها واش عرفتي اش درتي وراك رديتي لي المراه عندها 16 عام اول مره كنشوفها بحال هكا المهم الا خصاتك شي حاجه دوز عندي الكوميساريه صافي غا تنبر هكا شري زينه شحال متنا بالضحك عقلت على حد ضنا اللي جات قالت لك بغات تولي بحال الباربي شنو درت لها مدام بنزاكور شوف هاد الوينات بلاش عليك شعرك غزال كحل هكدايا
بغيتك ديري غير شي تقطعه وشي بغوشين وغتولي كي الغزاله كي ليا ماندا. سمعي مني الكلام الصحيح. تي انا راه ولا لا خرجت لك منها على صبغتي ليا شعري. على اللي تيصبغوا شعر محسن مني وزيدو بغيت تضحكي عليا العيالات جاراتي ولا انا راه خصني نجي للصالون خصها تبان عليا رانا كنت عند الكوافوره. وعقلتوا على مدام مسيو مجيد؟ كانوا غادي يفقصونا في هذاك النهار، لكن الحمد لله جات ليلى. صافي بارك عليا بغيت نخرج. لا ما كاينش غتخرج، مازال ما كملناش الخدمه. ماشي شغلي، بغيت نصبغ راسي. يا ودي سمعني غنقول لك واحد الكلمه. ابتسام صاحبتي وجارتي قبل ما نعرفك، وما نخليكش تبرزتها مازال. الا كانت صاحبتك انا راها مرتي، حيدي من طريقي. لا دوس. الله يهديك. تخيل مرتي طلق مرتي بعد منها. كنت عارف زي عندها هاد السحارات هادو عمارين سوارت في الراقين الجماعه. صارون هذا ماشي شوافه. يلا نمشي. لا كيفاش لا؟ بقى ما ساليتش، ما كنديرش شي حاجه خايبه. حبيبه ديالي غتمشي معايا ودابا انت فضلتي لي انا هاد المانيكير بيديكير. صافي شوف غادي نسال المكياج وكافور غادي نمشي نعس بوحدي. سمعتيني خلي ترونكيل شويه قدام الناس. بقى بوحدي دابا انا. صافي سالينا من الذكريات. من اللي نسالي غادي نعرض عليكم عنده الليباني جابوني طلياني. صافي نصوب لكم شي طاجين جلبان. ما عندي ما نسالك غير هادي ما راهش خالك. ما نكرهش نمشي للريستورون ايطالي وناخذ دو لازان. انا في الجوع. مدام نزاكور خصك تاكلي، هادي راه 3 ايام ما كليتي والو. انت دابا راه عندي الوقت باش ناكل باش نعس. علاش جاك الصداع برا بعدا؟ شكون اللي تما؟ مدام بزاكور حنا اليوم كاملين جايين على قبلك باش نحاولوا نملاو ما يسدوش لك الصالون. سلمى. سليتا صافا لاباس عليك؟ الحمد لله امان. كتبكي؟ لا زعما خساره فيا نبكي. توحشتك. علاش ما كتجيش تزورينا هنا في الصالون؟ حتى انا توحشتكم والله. غير شويه ديال الخدمه وصافي. راك عارفه جات معايا المظاهره، الله يعاوننا في شي حاجه. امين يا رب. وجبتك معايا الكاطو عارفه كيعجبك. ربي يخليك. هذه ماشي الوقت الحلوه. يلا اجي عاونينا شي شويه. غنمشي نعاونها شويه في الفيستيغ. شكرا يا سلمى. مريم انا عندي بيبي. داكشي كي فكرني في المره الاولى ديالي في الصالون عذبتوني. كرهتكم. تقول طايحه في قادوس مصدي ما غاديرها هكاك. دا سوق راسك. كاين شي باش نعاونوك اختي؟ ياك ما خاصك شي بروشينغ. تقطع هاد الوزدو فينيكس. ندير لك شامبون ولا غاسله؟ كان يقدر يدوز عليك كتر من هكاك. سوليني انا. مهم دابا اللي فات مات ديريش في بالك. اخبارك انا فرحانه حيت شفت المظاهره. سلمى راه كنشوف داك الشيء في التلفازه. صديتي نعاود نمشي نخرج لعندهم. خدام اليوم كيسحب لي غادي يطيح. والله الا كنت باغي ناخذ هذا النهار غنرتاح فيه شويه. وعلاش ما خديتيش بالسلامه؟ انت فين غناخذو فين؟ القيد يلاه عيط لينا دابا كاين اللي كاين اجتماع مهم. كاين شي افراغ في الدرب خصنا كلنا نكونوا تما. الله يحفظ وصافي. افراغ في الدرب؟
المحل اللي فيه الصالون الورثه داعه وخصم له الصالون دخلوا لهم المحل. صالون؟ اش من واحد فيهم؟ عندنا 70 صالون في الدرب، ترى عندنا واحد الله يهديك. هاويلي ياك ما كتهضر على صالون مدام بن زاكور. هو هذاك في خبارك؟ هذاك الصالون راه هو اللي كنصوب فيه شعري من نهار تزوجنا. وفي خبارك؟ عقلبي فين تصوبي شعرك؟ هذاك السيد راه دارت فايت، خسرت فلوسها كلها في الاتعاب ديال الدعوه، ودابا خصها تخرج تخوي الناس محالهم. وهذيك السيد راه كنعرفها، راه تبارك الله قاريه وفاهمه، ولكن الا قصحت راسها ومبغاتش تخرج ديك الساعه غنكونوا موجودين. يلا خليك دابا. يلا البطل انا علمت القيد والبوليس كرام وصله. القيد والبوليس جليل ما بانش لك مشيتي بعيد. يلا يتخلعوا شويه وهنيونا. ما عرفتش ما عرفتش شنو عاوتاني؟ ما عرفتش هادشي اللي دخلنا فيه حتى القيد وهاد البوليس وهاد هادشي كامل ما عرفتش. تبدلتي عليا انت جليل وتبدلت حتى انا على راسي. ما بقيناش عمر وجليل ديال شحال هادي، مشى النضال مشى المبادئ مشاو الافكار مشى كاع داكشي اللي كنا غن عمو عنينا الفلوس صاحبي ودخلنا لهاد لافير بحال شي جوج ديال الجزيره مطيحين شي بقره وكيسلخوا فيها. ثقه صاحبي راه عندك حكم ديال المحكمه، خذ ملكك وديك الساعه دير فيه ما بغيتي، صدقوا عطيه للجمعيات وبحال هكا غنكونوا ما خرجناش على مبادئنا غير الوسيله اللي تبدلات صافي. هادشي اللي كيبان لك انت خويا عمر واش عمري كذبت عليك؟ لا ثق بيا واخا. إيوا يلا نحيدو علينا بناءً على الحكم 215 الصادر على المحكمة الإدارية وكتنفيذ بإغلاق صالون شهرزاد نأمركم بإخلاء المكان. سميت هاد الناس كاملين كنقول لكم هاد الصالون راه ماشي ديال مدام بن زاكور بوحدها، هاد الصالون راه ديالنا كاملين كليان وحتى الناس اللي خدامين فيه، وحنا راه ما غنمشيوش راه ما غنتحركوش من هنا. هاد الصالون راه فيه تاريخنا كاملين، ولا مشيتو حتى سديتو راه تقطعوا الرزق ديال العائلات كاملين. هضرهم معولين على يخزيت بينما غنساليوش اليوم. ها المعقول غيتبدا يلا هي ديك السيدي اللي تمليوش مراتك هذيك؟ وراها مراتي وماشي هذيك اللي شاد لها في يدها شكون؟ وراها مراتك. يلا سيدي طلقونا حيدوا علينا هاد الجوقه هادي. واش متاكد؟ راه كاينين غير العيالات. راه عنده الحق راه كاينه العيالات. واش بغيتيني نديروا لهم؟ مشيو عندهم نقول لهم يصبغوا لنا فرانا؟ يلا خويا طلقونا حيدوا علينا هاد الشيء هذا. يلا سيدي وجدوا راسكم يلا. عمر عمر فين غادي؟ تقدري تاخذي الصالون. Thank you.
20 عام وزايد وانا هنا. فقدت هذا المكان وعاود كسبته في دقيقه. اياه في دقيقه واحده يمكن كل شيء يتبدل ويتصالحوا القلوب. اذن انا ما زال هنا ومعايا سناء اللي بقات واقفه معايا. ماريا بشجاعتها، امل والجرأة ديالها، وسلمى الحنينة، ايواوا انا صغيتا وليلى، بعلم الله طريق شنو غادي تجيب.